الله يسمح لنا من حقهم والله يسمح لهم من حق المغنين. كيتعبوا جدا كيتعبوا جدا الموسيقيين، وكيضربوا تماره وكيخدموا بنفسهم وما عندهمش الحس التجاري، عندهم الحس الفني. بعد خطرات كيقول لي استاذ ما كملناش هذه ما درناش، كنقول له ما تدققش. كيتعبوا التمارين كيوجدوا بزاف وكيتحملوا اخطاء الاخرين. المغني لا خطا، هما اللي كيتحملوا ذاك الخطا. ف يعني من نقولها وصافي، ما كياخذوش مستحقاتهم كما يجب. يستحقوا اكثر طبعا، يستحقوا اكثر واهتمام اكثر. من تلقى ان المطرب او المغني او المؤدي يعني في ظروف في 5 ايطوال مثلا، والموسيقيين ربما ما وفروا لهمش المبيت، ما وفروهمش، فهذا كيحس في القلب. والور كل ما هما انهما مهمين وضروريين، لولاهم ما يمكنش تكون حضور موسيقي وغنائي.